تلعب وسائل الإعلام دورا أساسيا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في سائر الدول، لكنها وفي الدول التي تشهد بعض التحولات الاقتصادية والاجتماعية قد تحظى بدور أكثر أهمية. بعد الإعلام بإقسامه الثلاثة، المقروء والمسموع والمشاهد، أطل علينا الإعلام الإلكتروني، ودائما كان السباق مع الزمن، أيهما أسرع، أيهما أكثر عمقا وتحليلا، أيهما أكثر مصداقية، وبالمحصلة أيهما أكثر قدرة على اجتذاب ثقة المتابع لهذه الوسيلة الإعلامية. الشبكة العنكبوتية التي نطلق عليها اسم www تضم اليوم أكبر مكتبة عالمية للمعلومات، والتي يمكن الحصول عليها من أي مكان في العالم بسهولة ويسر ومرونة وسرعة مذهلة عبر مواقع الإنترنت التي انتشرت في سائر بقاع الأرض، وهو ما فرض نموذجا آخر للتفاعل مع الآخر، سواء كان هذا الآخر هو صاحب رسالة أو متلق لهذه الرسالة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا الآن، أين نحن في سوريا من هذا التوجه؟ لا شك أننا نحتاج إلى الكثير من الخطط والتطبيقات، ونحتاج إلى خطوات كثيرة، ولعل إحدى هذه الخطوات نخطوها في أيامنا هذه عبر تنظيم المعرض الإقليمي للمواقع الإلكترونية وتقنيات الإنترنت، والذي تستضيفه دمشق في الفترة ما بين 8 و 11 آذار الجاري في مدينة المعارض. حول هذا الموضوع وحول هذا المعرض وأهدافه وتوجهاته، يسرنا أن نكون معكم في هذه الندوة الخاصة على شاشة التلفزيون العربي السوري، ويسرنا أن نرحب بداية بضيوف هذه الندوة الأكارم، الأستاذ نبيل القصير، المدير العام لشركة الحلول الرقمية، وهي الشركة التي تنظم هذه التظاهرة، هذا المعرض. أهلا بك. أهلا وسهلا. الضيف الأستاذ مروان عزار من الجزيرة الرياضية نت، أهلا ومرحبا بك أيضا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. والزميل الأستاذ حسين إبراهيم، الإعلامي المتخصص دوما في شؤون المعلوماتية، أهلا بكم جميعا في ندوتنا هذه. نبدأ بسؤالكم أستاذ نبيل، هل تبدو الآفاق الجديدة للاستثمار الاقتصادي في سوريا متوائمة مع هكذا أنشطة مثل المعرض الذي تنظمونه، معرض ويبت سوريا 2007؟ ما في شك أن الظروف الاستثمارية في سوريا بدأت تشكل حاجة، إن كان للمستثمر المحلي أو الخارجي، بمعنى أن الشبكة العنكبوتية كما ذكرت حضرتك في البداية أصبحت تفرض ذاتها على الدول والهيئات والمؤسسات والشركات وحتى الأفراد، دخلت حياتنا اليومية بكافة أشكاله، وبالتالي أصبح في هناك حاجة ماسة لأن تلعب دور هاما بالحياة الاقتصادية السورية كما هي تلعب دور هام في الحياة الاقتصادية لكافة الدول. هل تبدو سوريا قريبة أم بعيدة عن هذه التقنيات الحديثة؟ يعني متى بدأ دخول الإنترنت إلى سوريا، وكيف تواكب هذا التطور مع ما تشهده سوريا من تطورات في هذا المجال؟ ما في شك في هناك تسارع في عملية دخول الإنترنت لسوريا، بدأ في نهاية التسعينات وبداية عام 2000. في هناك الآن أحصائية تقول أن نسبة نمو الإنترنت في سوريا 2600%، فعمليا هي نسبة نمو عملاقة وضخمة جدا لا مثيل لها في الشرق الأوسط. فإذا في هناك إقبال كثير، والشعب السوري شعب معطاء وبيحب دائما البحث عن المعرفة، وبالتالي هي أحد أشكال البحث عن المعرفة. سننتقل سريعا وأبدأ منكم أستاذ نبيل بلمحة سريعة عن المعرض، معرض ويبت 2007، وهي تظاهرة يعني جديدة بكل المقاييس تشهدها سوريا وستنظم على أرض مدينة المعارض. أهداف هذه التظاهرة، المشاركة فيها بشكل سريع، سنعود بالتفصيل الحديث عن هذا المعرض، لكن بانوراما سريعة لو سمحت. بانوراما سريعة، معرض ويبت سوريا ينظم لأول مرة في سوريا بعد تنظيمه لأربع مرات خارج سوريا. استطاع المعرض أن يستحوذ ويستقطب ثقة الشركات الهامة المشاركة فيه، دلالة ذلك هي متابعة المشاركة من دورة لأخرى، وبعض الشركات جاءت معنا إلى سوريا لتكون أحد الرعاة الرئيسيين. نقلنا موضوع المعارض من الشكل الكلاسيكي القديم المتعارف عليه إلى شكل حديث ومتطور جدا، ينسجم مع وجود الشبكة الإلكترونية، شبكة الإنترنت. لا شك بأننا أجرينا سبر للمواقع السورية
هناك مواقع جديرة بالاهتمام، وسنأتي على ذكرها بالتفصيل لاحقا. وسننتقل إذن من حيث انتهيت إلى أستاذ مروان عزار. موقع الجزيرة الرياضية نت، أنتم يعني مسؤولون عن هذا الموقع. أود أن أسألك، التقاء يعني هذه الفعاليات والمؤسسات الاقتصادية والإعلامية والهيئات التكنولوجية المختلفة في هذه التظاهرة في وقت محدد وفي مكان محدد مع بعضها البعض، هذا التواصل وهذه التبادل الخبرات فيما بينها وبأساليب والاطلاع على أساليب عمل كل منها، كيف يمكن أن يساعد المؤسسات الاقتصادية والإعلامية والتكنولوجية والبحثية إلى ما هنالك، ومؤسسة مثل مؤسسة الجزيرة الرياضية نت؟ نعم، في الحقيقة الموضوع ذو شقين. حينما نتكلم عن لقاء على مستوى شبكات إلكترونية، لقاء علمي إلى حد ما، وهناك الالتقاء برضو أيضا لقاء مع الجماهير، مع الشعب. الهدف الأول من مجيئنا إلى ويبت سوريا هو أنه قد لفت انتباهنا أن الإنترنت في سوريا كما تفضل السيد نبيل فعلا تشهد نموا ملحوظا جدا، ونحن نلمسه من زاويتنا أيضا، فنرى أن المشاهد السوري الذي هو مشاهد متميز جدا مدى اهتمامه فعلا بالإنترنت، حيث أنه يحرص دائما على تصفح المواقع ويحرص أيضا على التواصل عبر هذه المواقع، وهذا بحد ذاته أمر متميز جدا. فمعظم الرسائل التي نتلقاها من سوريا هي رسائل مكتوبة بعناية ومطولة وتظهر اهتماما كبيرا. هل هناك إحصائيات معينة يعني ممكن؟ طبعا لدينا إحصاءات كبيرة، طبعا الأرقام غير موجودة معي حاليا، إنما أقول لكم أنه أمر ملفت للانتباه من حيث الكمية من ناحية ومن حيث النوعية من ناحية أخرى. نرى أن المشاهد لقناة الجزيرة الرياضية من سوريا ومتصفح الإنترنت أيضا من سوريا هو عنصر فعال جدا وجدير بالاهتمام، وبطبيعة الحال يحظى باهتمامنا ومحبتنا. يعني إذن هل كان أحد الأسباب أو الأهداف من مشاركتكم هو التقرب أكثر من هذا المشاهد أو هذا المتابع أو هذا المتصفح لصفحات الجزيرة؟ بطبيعة الحال قناة الجزيرة بشكل عام هي معروفة السياسة، هي قناة المشاهد العربي بدون أي حواجز، والاقتراب عبر هكذا حدث مهم جدا على صعيد الإنترنت، وهو حدث قل نظيره، نستطيع أن نقول أنه لم يوجد من قبل هكذا معارض تنظيمية تركز على الإنترنت، هي فكرة راقية جدا. وبالفعل يعني بشكل متجرد نعود بالشكر للسيد نبيل القصير على مجهوده، لأنها خطوة جريئة جدا. نحن كشبكات إنترنت لم نكن نعتقد أنه في زمن قريب ممكن أن نجتمع في معرض لا يوزع شيئا، لا يبيع شيئا، إنما هو معرض حيث يلتقي الأفراد، معظم الأشخاص ممكن أن يلتقوا عبر الإنترنت، وهذا ما حصل على سبيل المثال مع السيد قصير. نعم. إنما حين أتينا واجتمعنا وتبادلنا الخبرات، هناك العلاقة الإنسانية لا يمكن أن تحل محل الإنترنت، ومن هذا فهذا المعرض مهم جدا، تبادل الخبرات، ونحن كعرب بأمس الحاجة لأننا حديثي العهد على هذا المجال أن نتبادل الخبرات. يعني بين قوسين يعني لابد أن الإشارة والإشادة بأن موقع الجزيرة نت هو يعني الأكثر تصفحا ضمن إحصاءات حول المتصفحي الإنترنت العرب، أتحدث عن موقع الجزيرة نت، وهذا أحد الأسباب يعني صراحة التي دفعتنا أيضا للتشرف باستضافتكم. أستاذ حسين، أنت إعلامي ومتخصص منذ زمن طويل في موضوع وفي مواضيع الشأن المعلوماتي، وأشرفتم على صفحة خاصة بهذا الموضوع في إحدى صحفنا الرئيسية. من وجهة نظر إعلامية، كيف يعني ترصد مثل هذه التظاهرات لمواقع الإلكترونية كإحدى وسائل الإعلام، أو كما يعني وصفته أنا يعني تجاوزا بالوسيلة الرابعة والهامة؟